والحمد لله احنا اصحاب انفراد، احنا اول ناس في مصر قلنا رمضان صبحي مقطوف في المريه، واول ناس في مصر قلنا زيزو مقطوف في المريه. منذ ساعات وصل الاهلي خطابا رسميا من المريه، المستشار تركي الشيخ مالك المريه بيرغبوا في شراء اليو ديانج. تفاصيل يا استاذ فاروق. بالظبط، النهارده اللي اتفاجئ نفس النادي الاهلي بخطاب من الميريه انه عايزين يشتروا اليو ديانج من النادي الاهلي، وطالبينه بيشوفوا عايزين يسالوا النادي الاهلي طلباته الماليه ايه، وهم على استعداد لاي طلبات ماليه من النادي الاهلي وما عندهمش مشكله خالص، وان هم عايزين يبقى في تعاون وهم محتاجين لاعب زي اليو ديانج. وده اول حد اتكلموا عليه دلوقتي في الدوري المصري، وهم اول اول حد اول حد تم ارسال خطاب رسمي رغبه يرغبون في شرائه. بالظبط، اول لاعب يبعتوا لي جواب رسمي احنا عايزين اليو ديانج، محتاجين اليو ديانج في المريه بعد ما صعدنا الدوري الممتاز وشايفين ان هو لاعب اوروبي ولاعب يستحق ان يبقى موجود في انديه كبيره. طبعا النادي الاهلي الكلام اللي طلع النادي الاهلي هيتعاملوا بمنتهى الاحترافيه مع الطلب، وهيشوفوا الخير للنادي وللاعب، ولو فعلا فيها يعني لو 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 السعر مناسب فعلا للنادي الاهلي النادي الاهلي مش هيعترض. وده بيرد على بعض الناس اللي بتقول ان مشاكل وتركي آل الشيخ والكلام ده، لا النادي الاهلي بيقول لك احنا ما عندناش مشكله في الموضوع ده خالص، لو العرض مناسب فعلا والعرض يناسب النادي الاهلي ويناسب اللاعب يبعثوا، ما عندناش مشكله خالص في الموافقه ونبيع ديانج، ما عندناش اي مشكله خالص في الموضوع، وتبقى بدايه تعاون لعيب من عندنا من النادي الاهلي ايا كان بقى اجنبي ولا محترف يطلع الدوري الاسباني. دي حاجه كبيره وحاجه محترمه جدا يعني. طيب برضي عايز التفاصيل اقول لحضرتك اللي احنا كنا بنتكلم عليه الاسبوع اللي فات برضو من ضمن الكلام في الدوري، مش حضرتك كنا قلنا ان كابتن حلمي طلال لما مشي كان عشان هيبيع النجوم الكبار. النهارده النادي انبي، النهارده النادي انبي اتفق واستقر على بيع 5 من نجومه وعرضهم للبيع دلوقتي، محمود جاد وعلي فوزي مصطفى شلبي دون ايبوكا مصطفى شكشك، عارض ال5 دول للبيع لاعلى سعر عشان عشان الازمه الماليه اللي موجوده وعشان يصعد بعض الناشئين، وده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه من فتره. النهارده خرج رسمي النادي انبي عرض ال5 دول للبيع. خليني كمان يا جماعه انفرد معاكم بتفاصيل الخطاب اللي جه من المريه بشان الرغبه في شراء اليو ديانج. 15 مليون يورو مقابل البيع، يعني المريه بيعرض 15 مليون يورو مقابل شراء اليو ديانج و 20% نسبه بيع، يعني لو اتباع من المريه لاي نادي الاهلي ياخد 20% و 5 مليون متغيرات. دي بتتحدد في العقد بتفاصيلها ايه هي نوع المتغيرات وازاي والكلام ده كله. انا شايف انه عقد ذهبي طبعا طبعا، يعني 15 مليون يورو في 20، يعني بتتكلم في اليورو على دلوقتي اليورو 21 تقريبا صح؟ بتتكلم في 300 مليون جنيه اعلى، يبقى كده اغلى لاعب اتباع من الدوري المصري، اغلى لاعب في الدوري المصري. و20% نسبه بيع لو اتباع من المريه لاي نادي في اوروبا او اي نادي في العالم 20%، و5 مليون متغيرات 5 مليون يورو طبعا. فانا شايف انه عقد ذهبي، عقد ذهبي. انا اتمنى النادي الاهلي يوافق والله، عبد ما يتفوتش بصراحه يعني. وبصراحه اليو ديانج هو كفايه كده ويحترف، لان هو خلاص بقى بدا ينضج فيروح الدوريات اللي بره هيظهر اكتر وهيبقى احسن، والنادي الاهلي يعني من عمره ما بيقف على لاعب. الحاجه الثانيه محمد علي بن رمضان، انا كلمت اصحابي في تونس وقلت لهم يا جماعه في كلام كبير ان محمد علي بن رمضان وقع للنادي الاهلي رسميا، وان في مواقع كبيره زي البي بي سي وبعض المصادر المهمه اتكلمت على ان خلاص انتهى كل شيء والاهلي حصل على خدمات محمد علي بن رمضان. اكدوا لي ان ما زال في بعض العقد في الموضوع، جديه في التفاوض، ولكن في بعض المطبات الاهلي واقف عند 2.5 مليون وهم عايزين 3 مليون في الترجي، وفي قصة خاصة بالفلوس وربما تنسف بالموضوع، ولكن المفاوضات جادة وصلت لمرحلة متقدمة، ولكن محمد علي بن رمضان لم يوقع رسميا للنادي الأهلي، وإن ما زالت في مشكلة في الاتفاق المالي. بالظبط كلام حضرتك مظبوط 100% فعلا. انا شفت مصادر كتيرة جدا
تورست او هنا كل الكلام زي ما حضرتك قلت بالظبط كده. فعلا هو الموضوع فيه مفاوضات، لكن لو ما وقعش رسمي ولسه ما وصلوش للاتفاق نهائي، وفي خلافات ماليه، وفي خلافات كمان اداره الترجي خايفه من رد الجمهور، من رد فعل الجمهور على الصفقه دي، لانه شايفين ان النادي الاهلي الجمهور بيعتبره منافس ليهم في افريقيا، فالموضوع ما قلقهم كويس. يا جماعه الخير، محمد علي بن رمضان، المفاوضات جاده ومتقدمه، ولكن ليس هناك توقيع رسمي حتى الان.